السلام عليكم طلاب الصف الثالث الاعدادي، اهلا وسهلا بكم. النهارده معانا يونت 10 The Space and Back. زي ما احنا متعودين هنبدا مع بعض بالريفيجن. اول حاجه معانا correct. Egypt visit by more than 14 million every year. طبعا انا الجمله بتاعتي ابتدت هنا ب object، يبقى عندي passive بتكلم على present simple passive، و Egypt هنا singular noun، يبقى هقول is visited. Number two, if we live in Alex, we would go to the beach. احنا خدنا الحالتين لقاعدة if. احنا خدنا حالة if الحالة الأولى، قلنا if بيجي بعدها present simple، فالجملة التانية بتكون will في ايد الفيرب infinitive. يعني عندي هنا if لو جالي بعدها past simple ماضي بسيط، هيبقى الجملة التانية would والمصدر. عشان تحل السؤال اللي فيه قاعدة if لازم تروح تشوف الجملة الكاملة. الجملة بتاع الكاملة عندك اللي هي الجملة التانية فيها would والفعل في المصدر. طالما لقيت would، would هنا يعتبر الماضي بتاع will، يبقى انا هحط الجمله الاولى في الايه، في الماضي، يبقى هتبقى اسمها lived. هناخد مع بعض الجزء التاني مع الفيديو بتاعنا vocab اللي هي الكلمات الجديده. اول كلمه عندنا solar system اللي هو النظام الشمسي، سواء كانت الشمس والمجموعه والمجموعه مجموعه الكواكب كلها اللي موجوده حواليها. lens معناها عدسات. اوربت اللي هي يدور حوله وبيدور في مدار، يبقى اوربت يدور في مدار. سبيس ستيشن محطة فضائية. سبيس ستيشن محطة فضائية. جرافيتي اللي هي الجاذبية الأرضية. بعد كده عندنا الجزء التاني prefixes and suffixes اللي هي المقاطع في البداية أو النهاية. هنبدأ مع بعض prefix on. طبعا احنا عارفين on بتدينا the opposite of the meaning، بتدينا عكس المعنى. هنا عندي أول كلمة uncover، يعني cover معناها مغطى، uncover غير مغطى. محدش يقولي ان عكسها discover، لأن discover دي كلمة تانية خالص معناها يكتشف. لسه مع prefix on، وعندي هنا كلمة unpopular معناها غير شعبي أو غير شائع أو غير مشهور أو غير منتشر. عندنا prefix enter. enter بتدينا هنا بمعنى بين، between اللي هي بين، زي كلمة international معناها عالمي، يعني بين الدول دولي. كلها. وكي عندنا suffix ist scientist. suffix ist بيديني اسم الفاعل. عندي scientist معناها عالم. Propositions عندنا مجموعة من حروف الجر. Do with يعني يتعامل مع. Collect information معناه يجمع معلومات. Collect information. Send into وأي بقى حاجة، send into email أو gmail، يبقى معناها يرسل رسالة أو يرسل إلى. عندي كلمة find away معناها يجد. هنا الاكسبريشنز بتوعنا، أول حاجة عندي find away معناها يجد طريقة، find a solution يجد حل. حل. بعد كده عندنا expressions اللي هي مجموعة من التعبيرات اللغوية. study space معناها يدرس الفضاء. study space. language notes. عندي work at. work at معناها يعمل في، زي ما اقول لكم I have worked at this school 2 years ago، انا عملت في هذه المدرسة منذ سنتين، يبقى work at يعمل في. work as يعمل كي، وبيجي لي بعدها الوظيفة اللي انا بتكلم عليها، بقول سلمى works as a teacher at the prep school. سلمى بتعمل كمدرسة في مدرسة اعدادية، يبقى انا جالي بعد works as جالي الوظيفة اللي انا بتكلم عليها. work for يعمل من اجل او يعمل لده. لما اقول she works for an international company معناها هي تعمل لده شركه دوليه. work on يعمل على مشروع. they worked on this project for 2 months، هما بيعملوا على المشروع ده من منذ شهرين او لمده شهرين، يبقى انا هنا بعمل على مشروع. هناخد مع بعض أسئلة تطبيق على الجزء ده. أيمن has worked space a teaching assistant recently. أعمل أيمن بيشتغل مدرس مساعد في الفترة الأخيرة أو مؤخرا. طبعا هنا أنا جالي إيه وظيفة. work هتبقى work is يعمل كي. number two, the synonym of interested is عكس معنى كلمة interested. interesting keen worried bad. طبعا هي keen.
معنى يهتم يهتم. اكسل يور سيلف طبعا الاسئله اللي انت هتحلها بنفسك في الكومنت. تشوز نمبر 1 سبيس از ذا فورس ويتش اتراكت ثينجز اور بيبل تو ذا سنتر اوف ذا ايرث. جرافيتي تلسكوب سبيس ستيشن ولا تيك ان. تعالى ناخد الاكزامبلز بتاعنا النهارده. انا عندي النهارده بقول لك اي هاف جاست كام باك هوم، انا عدت حالا الى المنزل. انا عندي هنا الزمن بتاعي بريزنت بيرفكت تنس زمن المضارع التام. المضارع التام بيتكون من سبجكت هاف او هاز زائد الفيرب في التصريف الثالث باست بارتيسيبل. طيب هو بيعبر عن ايه؟ يعبر عن شيء حدث في الماضي وله اثر حتى الان، حاجه حصلت وسايبه اثر حتى الان، يبقى بيتكون من subject have او has past participle. ممكن كمان بيعبر عن شيء تم منذ فتره قصيره من غير ما احدد ايه وقت حدوث الزمن نفسه. وعندنا just من الكيورد اللي بتعبر لنا عن present perfect بمعنى حالا او طوعا. لو انا عايزه اتكلم على present perfect بس في حاله ايه question، في حاله السؤال، بيقول لي have you ever seen a real dinosaur، هل سبق ليك ان انت شاهدت ديناصور حقيقي. طبعا عندي هنا طالما ان ابتديت ب have يبقى السؤال بتاعي yes or no question have او has وبعد كده subject، وعندي past participle التصريف الثالث للفعل الاساسي بتاعي. طيب وعندنا كلمة ever معناها من قبل بتيجي في السؤال او بتيجي في الجملة المثبتة اللي تعبر على القيام للفعل للمرة الاولى. Number 3 my dad has been working as this school. هنا عندي زمن مختلف تماما، بيقول لي ان والدي كان بيعمل او والدي بيعمل في هذه المدرسة. طب اتكون عندي من ايه؟ الجملة بتاعتي اتكونت my dad subject وبعد كده helping verb has، وجالي هنا تصريف تالت اللي هو مين؟ been، وبعد كده الفعل الاساسي بتاعي verb plus ing. طب هنا عندي has been working او verb to have وبعد كده been وverb ing، بسميه present perfect continuous اللي هو زمن المضارع التام المستمر. طب الزمن ده بيعبر لي عن ايه؟ بيعبر لي عن فعل بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى وقت الكلام. انا بتكلم هنا عن والدي ان هو بيشتغل في المدرسة دي لحد اللحظة اللي احنا ايه بنتكلم فيها. طيب تعالوا نشوفوا حالة النيجاتيف فورم النفي. انا بعمل ايه؟ قال لي بنفي بهاف بحط بعدها نوت تبقى هافنت، او هاز بحط لها نوت تبقى هازنت. لما اقول لكم اي هافنت بين بلاينج تنس، انا لم العب ايه تنس. يبقى انا عندي هنا ابتدت الجملة بالسبجكت، بعد كده حطيت هافنت، بعدين بين، بعد كده الفيرب بلس اي ان جي. يبقى الجرامر بتاعي اول زمن انا اتكلمت عليه ذا بريزنت بيرفكت تنس زمن المضارع التام، وقلت ان هو بيتكون عندي من السبجكت بلس هاف اور هاز طبعا حسب السبجكت بتاعك بلس فيرب باست بارتيسيبل وفيرب في التصريف التالت. الكيورد بتاعته اول حاجه انا عندي كلمة just معناها حالا او طوعا مكانها بعد have او has. عندي كلمة ever معناها من قبل قلنا بتيجي في السؤال زي ما احنا شفنا او الجملة المثبتة للتعبير عن القيام للفعل للمرة الاولى. عندي كلمة never معناها ابدا بتيجي بعد have او has مكان كلمة not عشان تنفي الجملة. يت معناها في السؤال بعد او حتى الان، وبيجيلي في question في السؤال ونهاية الجملة المنفية. سنس بمعنى منذ، وبيجي لي بعدها بداية الحدث او بداية الزمنية. الفترة الزمنية اللي انا بتكلم فيها ممكن اقول سنس فرايدي سنس سبرينج سنس وينتر، اي بقى ايه بداية الحدث بتاعي. وممكن يجي بعدها جملة في زمن الماضي البسيط لما اقول لك سنس اي ووز يانج منذ انا كنت صغيرا. الزمن التاني اللي احنا اخدناه ذا بريزنت بيرفكت كونتينوس، وقلت اللي هو زمن المضارع التام المستمر، بيكون عندي من subject plus have or has حسب subject بتاعي بعد كده been وverb ing. keywords بقى اللي بتعبر لي عن الزمن ده ممكن كلمة all بمعنى ايه؟ طوال او كل. all night طوال الليل، all year طوال العام، all day طوال اليوم. هنطبق مع بعض أسئلة. correct I have lived in Cairo since 2005. طالما عندي هنا since يبقى أنا هستخدم present perfect tense زمن المضارع التام اللي هو بيكون من have أو has وتصريف تالت، يبقى الجملة بتاعتي هتبقى have lived. number 2 we have played tennis all day. عندي طبعا الكيورد بتاعتي all، يبقى ده زمن بتدل إيه؟ على مضارع تام مستمر present perfect continuous. يبقى have been وبعدها verb ing، يبقى have been playing.
اكسل يور سيلف كوركت. How long have you been sleeping all day؟ السؤال الثاني، we have finished painting the house yet. Thank you and a good boy. Thank you.